كاتدرائية سانت كاترين الإسكندرانية، هي من أقدم الكاتدرائيات موجودة هنا. اتبنت في 1850، خلصوا بناها 1920. هي التريتوري كله كان محمد علي باشا هو اداه للرهبان الفرنسيسكان علشان يبنوا عليه الكنيسة دي. في البداية اتبنت ككاتدرائية وكنيسة صغيرة، وفي مدرسة وفي دير وفي مستشفى والنيابة الرسولية. بعد كده المستشفى اتأممت، اتبقى كل أجزاء الكنيسة موجودة. الكنيسة احنا هنا موثقين في كذا حتة ومحطوطين على خريطة الآثار، ناس بتجيلنا من كل حتة في العالم عشان تتفرج على الكنيسة كمعمار وجمال وكحج ديني. الطلاب برضو من كلية فنون، كلية آثار، من كلية هندسة عشان يدرسوا المعمار والإرشاد والكلام ده، كل دول بيجوا هنا عشان يتفرجوا على الكنيسة وياخدوا الجولات الإرشادية بتاعتها. احنا موجودين، وكان في اتفاقيه مع المحافظ ان احنا نحطها على الخريطه صحيح، وفعلا اتحطت الكلام ده من فتره. في عندنا من اقدم الحاجات موجودين عندنا اورجن من 1927، هو يعتبر من اكبر الاورجنز موجوده في مصر. الاورجنز ده عباره عن هو اله موسيقيه بيبقى فيها 3 كيبورد وفيها بايبس كتير قوي، كل بايب بيطلع صوت مختلف، بيتشغل عن طريق مضخات هواء. هي حاجة عملاقة يعني، اللي هي لوحة سانت كاترين دالساندية، نقول عليها سانت كاترين دالساندية، سانت كاترين اسكندرانية، اللي هي كانت اتولدت في اسكندرية وكانت بنت حاكم اسكندرية. دي بتوصف أهم حتة في حياتها، لما هي كانت فيلسوفة، كانت ساعتها الديانة المنتشرة كانت هي الديانة الوثنية. هما جابوا لها 50، الامبراطور ماكسيميليان الثاني جاب لها 50 فيلسوف عشان يقنعها ان هي ترجع للوثنيه وتسيب المسيحيه، بس هي اقنعتهم كلهم ان هم يخشوا المسيحيه. اللوحه دي من 1847 اللي رسمه واحد اسمه جوفاني اندر، بس اللي اهداها للكنيسه هو فرانسيس جوزيف الاول امبراطور النمسا والمجر، هو اللي عملها اهداء للكنيسه دي. زمان النمسا والمجر كانت بلد واحده. الملك بتاع ايطاليا اخر ملك فيكتوريا مانويل الثالث، هو برضه جه مصر في 1933 زياره، لما الملك بتاع مصر راح هناك عجبته قوي، راح فينيسيا والفاتيكان وراح كذا حته زارها، وعزم الملك ومراته وجا العائله الملكيه جت واستقبلوهم استقبال كبير قوي، وعزم فستان الوطني الايطالي موجود في الميناء. وبعد كده حتى يعني ده كان سبب ان الملك الايطالي لما قامت الثوره في ايطاليا وحب واتنفى اختار ان هو يجي مصر وقعد موجود هنا وقعد في سموحه. عشان كده حتى في سموحه هنا في اسكندريه في منطقه اسمها سموحه، الميدان الاساسي فيه متسمي على اسمه، ميدان فيكتور عمانوئيل، ده اسم الملك. وبعد كده لما اتدفن هنا في الكاتدرائية بتاعت سانت كاترين، وقعد مدفون لغاية ما ديسمبر اللي فات رجع، يعني اتدفن في كيونو، والملكة كانت مدفونة في مونبلييه ورجعت لكيونو واتدفنوا مع بعض.